احتفظ بملاحظتين وجههما للدكتور طيب الحمدي. الملاحظة الأولى أن البروفيسور برحو يقول إنه تم تعليق اللقاح احتياطيا في الوقت الذي سجلت فيه الكثير من الحالات التي وصفت بالخطيرة فيما يتعلق أسرى زينيكا. والملاحظة الثانية هو ما نقرأه وإن كان كلاما في السياسة أن هذا التعليق يتعلق فقط بمعاقبة بريطانيا، لأن هذا اللقاح بريطانيا على خروج من الاتحاد الأوروبي والمفاوضات العسيرة فيما يتعلق ببروتوكولات الخاصة بمغادرة هذا الاتحاد. يهمني جدا أن أعرف رأيك. احنا غادي نعطيو المعطيات علمية، وطبعا الرأي غادي نكونوه بناء على المعطيات العلمية اللي كاينة. راه بحال اللي قال البروفيسور بالروحو، أولا 17 مليون اوروبي اللي تلقحات وفيها 37 حاله ديال المشاكل ديال تخثر الدم. الا خدينا 17 مليون اوروبي بدون تلقيح، عندهم نسبه اكبر من هاد 37 حاله ديال تخثر الدم. الا خدينا الناس اللي تلقحوا باسترازينيكا، المشاكل اللي وقعت في التخثر ديال الدم هي نفسها المشاكل اللي وقعت في فايزر. بالنسبه لفايزر في استرازينيكا تم تعليق ديال اللقاح، وفايزر لم يتم تعليق اللقاح. الى خدينا ماذا تقصد هنا التوصيات؟ انا دابا كنعطي المعطيات العلميه ونوصلوا للخلاصات ديالنا. الحاجه الثانيه وانه منظمه الصحه العالميه تقول، والوكاله الاوروبيه، ملي كنتحدثوا عن منظمه الصحه العالميه كنتحدثوا على خبراء ديال الصحه، ملي كنتحدثوا عن الوكاله الاوروبيه كنتحدثوا على خبراء ديال الصحه، يتخذون قراراتهم بناء على المعطيات العلميه، يقولون للدول على انه اولا ليست هناك اي علاقه احصائيه لحد الساعه بين الحالات وأسترازينيكا. يقولون أنه نفس الحالات مسجلة عند أسترازينيكا مسجلة عند اللقاحات الأخرى. يقولون على أنه ليس من المفيد إطلاقا، حتى إذا كان هناك شك من باب الاحتياط لا يجب تعليق حملات التلقيح، لأنه الخسارة والوفيات ستكون بسبب تعليق حملة التلقيح، لأن ستعلقون حملة التلقيح ولكن الوباء والجائحة لن تعلق، ستبقى وستستمر. فإذا إذا علقتم حملة التلقيح ستكون هناك وفيات أكثر بكثير من اذا استمرت حمله اللقاح ديالكم. ولهذا دونك الخلاصات باش نقولوا هذا، انا لا يمكنني ان اجزم انه يعني في اطار واحد الصراع جيوستراتيجي سياسي حول اللقاح ديال استرازينيكا، ولكن القول على انه العامل السياسي حاضر ولو بحسن نيه، انا كنفترض حسن نيه. علاش؟ لانه هذو منتخبين في اوروبا، طبعا عندهم حسابات كي الناخبين، كل دوله عندها طريقه ديال التفكير ديالها. بريطانيا كذلك هي ديمقراطيه ولكنها قررت الاستمرار في اللقاح، لان بريطانيا هي التي لقحت اكبر عدد ممكن من الناس في استرازينيكا، لقحت لحد الساعه اكثر من 11 مليون بريطاني، وعندها نظام ديال اليقظه الدوائيه من اهم الانظمه اليقظه الدوائيه في العالم. فاذا اذا كانت شي دوله في العالم غادي تلقى المضاعفات كانت غادي تكون هي بريطانيا. هناك دول علقت من باب الاحتياط لان سجلت بعض الحالات، هناك دول علقت فقط لان الدنمارك علقت من باب الاحتياط، هناك دول مثلا فرنسا، نعطي مثال فرنسا، الى حدود يوم السبت هناك تقارير ديال اليقظه الدوائيه اللي كتقول بانه ليس هناك اي مشكل في فرنسا مع استرازينيكا. يوم الاثنين اتخذ الرئيس الفرنسي قرار التعليق بدون ان تكون هناك اي معطى علمي جديد. هذه قرارات فيها واحد طبع سياسي اللي من حقهم، لان الدول كيخافوا عندهم حسابات سياسيه كيقدموها، كيخافوا على انه غدا بعد غدا يتحملوا المسؤوليه ديال قرار معين. فاذا من الناحيه العلميه ملي كيجتمع الخبراء الصحيين لا يجب تعليق اللقاح ديال استرازينيكا. حين تكون هناك اعتبارات سياسيه على الاقل بالحسن نيه، وهي يعني تقديم الحساب السياسي، ولا افترضنا سوء النيه هي انه هناك حرب مخوضه ضد استرازينيكا لسبب واضح. استرازينيكا، وانا لا ادافع عن استرازينيكا ولا ادافع عن اي لقاح، احنا كنتحدثوا على من ناحيه جيوستراتيجيه اللقاحات. استرازينيكا هو اللقاح اللي كينتج 3 مليار في السنه. استرازينيكا هو اللقاح اللي الثمن ديالو ارخص لقاح على الاطلاق ديال كوفيد، واللي الشركه تخلات عن الارباح ديالها، ما تخلاتش لسواد عيون البشريه ولكن تخلات باش تموقع في العالم في الصناعه الدوائيه. استرازينيكا هو اللقاح اللي كيكون جوج 8 درجات يمكن يتلقح في المغرب وفي بريطانيا والولايات المتحده الامريكيه وفي بنغلاديش وجميع الدول. استرازينيكا وجونسون اند جونسون، لانه جونسون اند جونسون عنده جرعه واحده، هما اللقاحان اللي غادي يكونوا العمود في قريب محاربه الجائحه في العالم. بالتالي من الاكيد ان السهام ستوجه هذا اللقاح ديال استرازينيكا. احنا لا يهمنا هذا، احنا ما يهمنا هو الجانب العلمي، وفي الجانب العلمي لحد الساعه الفوائد
من الأسترازينيكا أكبر بكثير من هذه التخوفات.